شو بيقول الفلك لمواليد العذراء بالأسبوع الأخير من شهر حزيران يونيو جون 2022؟ يا عزيزي، يوم الأربعاء 22 والخميس 23 كتير منيح إذا بدك تقيم حفلة أو تحيي مناسبة أو تحتفل بجديد، لأنه نجمك رح يسطع بهاليومين. يمكن تلبي دعوة لبعض الأصدقاء، أو بتكون التأثيرات إيجابية جدا بالمجال الاجتماعي. الجمعة 24 والسبت 25 بيبرزوا بين أفضل أيام الشهر، ويمكن يحملوا حدث مهم وخبر جيد لإلك بيتعلق بالعيلة على الأرجح. بتحقق أمنية أو زيادة على الراتب، أو يمكن بتحصل على ترقية. بس إياك من مجازفات بين الأحد 26 والتلاتة 28، خاصة إذا كنت عم بتمارس عمل حر، يعني إذا كنت أنت رب العمل. ما تجازف بأي مجال، يعني ما تطرد شي موظف، ما تتخانق مع حدا، ما تحاول إنك ترفع الصوت بهالفترة. كون حذر جدا وما تجازف أبدا بالأيام الأخيرة من الشهر. بس أنت بتمتن أوضاعك بين الأربعة 29 والخميس 30 رغم هالشي، وبتستعيد مكانة معينة إذا فقدت بالسابق. انتبه، ابتداء من 26 بيحاولوا المنافسين والأخصام كسب معارك عليك، ويمكن تلتبس عليك أمور، وكون حاضر للمواجهة ولكن بهدوء بدون صخب وبدون إعلانات واستعراضات.